السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان مدينة بورسعيد المصرية وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. أما عن حرب الاستنزاف فقد شاركت قاعدة بورسعيد البحرية في حرب الاستنزاف بأنشطة قتالية ضارية، فشاركت الفرقاطة بورسعيد والمدمرة السويس في الدفاع عن قاعدة بورسعيد البحرية في الفترة من 2 يوليو تحديدا عام 1967 حتى 19 أكتوبر من عام 1967 ميلاديا. والاشتراك أيضا قامت مدينة بورسعيد بالاشتراك في صد الهجوم على رأس العش بواسطة فرقاطة بورسعيد بمساندة المدفعية الساحلية، وذلك في يومي 1 يوليو من عام 67 و8 يوليو أيضا سنة 1967. وقد قامت بإغراق المدمرة إيليت باستخدام زورقين صواريخ، وذلك تحديدا في يوم 21 أكتوبر عام 1967، والذي اختير عيدا للبحرية المصرية. أما عن مدينة بورسعيد المصرية ودورها في حرب أكتوبر، فخلال حرب أكتوبر ساعد أبناء المدينة إخوانهم من جنود القوات المسلحة، وتولت قاعدة بورسعيد البحرية حماية الساحل الشمالي لبورسعيد وحتى دمياط بالكامل، في حين قامت لنشأة الصواريخ بالخروج على مسافة قريبة من الشاطئ وضرب المواقع الإسرائيلية. وفي يوم 8 أكتوبر من عام 1973 ميلاديا تحديدا، فقد شهدت مدينة بورسعيد المصرية أشد المعارك، وذلك بين القوات الجوية الإسرائيلية وقوات الدفاع الجوي المصرية، حيث بلغ عدد الطائرات الإسرائيلية المهاجمة لبورسعيد أكثر من 50 طائرة، ونجحت قوات الدفاع الجوي المصرية في إيقاع الكثير من الخسائر بتلك الطائرات وتشتيت الهجمة الجوية الإسرائيلية على بورسعيد. انتهت حلقة اليوم، وإلى أمل أن نلقاكم مجددا إن شاء الله تعالى.